مش عارفة أقول لك إيه، يعني هما بمثابة أولادي، أي جميع الشخصيات اللي أنا جسدتها بالنسبة لي، فمش عارفة أقول لك أني دور خالص أحب فيش إلى خالص. قلبي. يعني لو مسكت أفواه وأرانب، ودي كانت كارثة بالنسبة لي، بالنسبة للأطفال اللي معايا دول كلهم، مش عارفة أقول لك إيه. لكن هي زي ما قلت لحضرتك في الأول، إن الغريزة اللي موجودة دي غريبة جدا جدا. وطبعا صحيح أنا أم، يعني أنا طبعا أم، طبعا. يعني عندي بنت كان ولد رحمة الله عليه العقيد كريم. عايزين نتكلم عن النقطة دي، لا يعني كان بلاش في وأنا مشهد بتكلم، أصلا وتحول كأنه الحقيقة يعني في يوم من ما الأيام. تكلمنيش عن كريم لو سمحتي، لأن أكيد أنا طبعا بتعب نفسيا، أكيد لأنه أحب إنسان إلى قلبي، أكيد. عمره ما رفع عينه فيا، أي ما كانش يقول لي يا رجاء ولا يا ماما، كان يقول يا أمي. إذا بعد عني يفضل يديني تليفونات، كلتي شربتي، خدت الدواء بتاع الضغط، عملتي إيه، عايزة إيه، أبعت لك إيه، أعمل إيه، في حاجة أحن من البنت. يا فبالنسبة لي أنا مؤثر فيها تأثير زي ما كل احنا بنقول وجوزي. بالشكل الشعبي ان ربنا دايما بيختار الناس الطيبين الحلوين اللي بيبقى عايزهم جنبه. سبحان الله، فعلا نلاقي حصل كده، الطيبين اطيب ناس هم اللي بيروحوا، لكن بنكون متأكدين ان اهاليهم بيعوضوا في الجنة بإذن الله. ده يا رب كفاية الاطمئنان بان خلاص يا انا رب، هعوض في الجنة، ما بيروحش هباء التضحية والمشاعر دي. يعني اكيد يا طبعا، رب يا يا رب رب بإذن يا الله رب. بإذن الله. أنا عندي حاجة برضو سلمى، حالة، أنا فقدت ابن عنده 18 سنة وحاسة بيها جدا. قبل قد ايه؟ كان هو عنده 18 سنة سنة 2011، حادث. وانا وبرضه زي ما هي بتحكي مدام رجاء ان قد ايه الابن ده كان عظيم قوي، وهو الظاهر كده ان ربنا سبحانه وتعالى قريب قريب بيصطفيهم بيصطفيهم، يعني قريب لانه كان حاجه جميله جدا. يعني ربنا يصبركم، ومفيش داعي ان احنا كنا نذكر الموضوع ده لانه شيء صعب. يعني هو أكيد المشاعر كمان مسألة نسبية، احنا بنختلف اكيد في تقبل طبعا. الآلام من إنسان لآخر، يعني حسب عاطفة كل إنسان. يعني حضرتك كرمتي بأنك المرأة المثالية الأولى في مصر، أكيد كقدوة لازم توجهي الأمهات أو تنصحيهم بإيه. احنا آسفين طبعا، أنا آسفة بجد مدام معلش أنا رجاء. آسفة، لا بالعكس لا بالعكس، براحتك، بس الصدق، أنا آسفة يعني أنا الصدق آسفة مش أنا حاجة، آسفة، ده معلش طبيعي، ده لا حقك، شعور خارج عن إرادتي. كل لا ما مفيش فيش مشكلة، بني آدم حقك على وجه الأرض إلا وعنده ألم خاص كده طبعا شديد، طبعا. لكن ربنا زي ما قلنا بيعوضنا خير عوض، وبيدينا القوة، وكمان بنشعر بحاجات ممكن الإنسان اللي ما جرحش أو ما تألمش ما بيشعرش بيها، أكيد بنديها بشكل إبداع، بنعكسها بشكل إبداع وحب للي حوالينا. أنا عايز أقول لحضرتك إن جميع زمايله وتلاميذه بالنسبة للكلية، لأن ابني قعد 16 سنة يدرس في الكلية أستاذ، يعني هم ده صحيح محوطيني، طبعا فكل الولاد بتوع الجيش، كل الأساتذة كلهم ولادي طبعا ومالين علي حياتي. طبعا. بس هي لحظة ما اعرفش اقولها لك ازاي، مش عارفه اوصفها الفراق لك ازاي، الفراق يعني بس. هي لحظه ما مش عارفه اقول لك ايه، لان انا كان نفسي يا ريت كان عندي عيل تاني، والله العظيم كنت اوديه الجيش برضه، يا والله حبيبتي العظيم يا كنت حبيبتي، ادخله ادي كليه الام حربيه برضه العظيمه، طبعا، في يعني انا امهات لو كده انفع في انا ما العالم عنديش مانع والله في مصر، بس طبعا. والله ما في، ما اكيد اتخيلش ان في امهات بالعظمه دي وبالحب والوطنيه دي تجاه بلدها زي الام المصريه في الدنيا. لا 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 والله لا لا طبعا، ده خطأ وقدر كمان، طبعا، يعني انا مش والايمان عارضة بربنا على تعالى ربنا طبعا طبعا سبحانه الحمد وتعالى، لله دي اعمار انا مش معترضة، طبعا. هو الفرقة دمه تقيل، صح بس ده صح صح هو ده، اكيد انما والله بشعر بانهم كلهم اولادي وكلهم طبعا. اخواتي ودايما وكلهم اللي كل طبعا حاجة. كلنا كلنا. اكتر حاجه بتألمني ان والله حضرتك فنانه عظيمه الله وقديره، وقد يخليك، ايه الشعب المصري كله في الحمد رصيد لله وفير من الحب الحمد لحضرتك، لله. كل الحب والعطاء دوت ما بيروحش لا 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 طبعا هباء طبعا طبعا. اكيد الحمد لله. اكيد. فكنا في نقطه